السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتي الرياضية. أعلن نادي المالكية عن تعاقده مع الحارس الشاب سيد عباس جعفر قادما من صفوف النادي الأهلي ليعزز صفوف الفريق الكروي الأول في النادي بدءا من الموسم الرياضي المقبل. وجرت مراسم توقيع العقد في نادي المالكية بحضور الحارس بالإضافة إلى الإدارية محمود الشاخوري. وبحسب إعلام نادي المالكية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عقد الحارس سيد عباس جعفر سيمتد لثلاثة مواسم قادمة.